مشاهدي الكرام، احنا بنكمل كلامنا عن الحياة الليتورجية لكنيسة الإسكندرية عبر القرون، وهنتكلم في هذه الحلقة عن القرن الخامس الميلادي، ودي الحلقة رقم 29. استقر عند الأقباط عادة سكب الميرون على مياه المعمودية منذ القرن الرابع الميلادي. أما أول إشارة واضحة عن سكبه على مية المعمودية واستخدامه في تكريس المذابح وذكر مكوناته وتكريسه اللي بيتم على المذبح، فبنلاقيها في كتابات ديونيسيوس الأريوباغي، ودي كتابات بتعود إلى القرن الخامس الميلادي. الاسم ميرون لم يرد في قوانين هيبوليتوس القبطية اللي هي كتبت في أواخر القرن الخامس أو أوائل السادس للميلاد، ولم توجد الكلمة أيضاً في قوانين الرسل القبطية وهي مكتوبة في نفس الوقت تقريبا. في وثيقة ليتورجية نشرها واحد اسمه غريغوريوس، نشرها سنة 1789 ميلادية بموجب مخطوطة قبطية بتعود إلى حوالي القرن الخامس الميلادي، ذكرت كلمة الميرون المقدس هاجيون ميرون كمقابل لتعبير زيت زيتون مقدس اللي هو هاجيون إليون. المقصود به هنا هو زيت الموعظة. المسحة المقدسة ده الاسم اللي دعاه به القديس ديديموس الضرير في القرن الرابع الميلادي، دعا الميرون يعني المسحة المقدسة، كما دعي أيضا باسم زيت المسحة، وهي التسمية اللي يدعو بها القديس باسيليوس الكبير، أو بتتسمى المسحة السماوية زي ما بنقرأ في القانون 48 من قوانين مجمع اللاذقية اللي برضو عقد في القرن الرابع الميلادي. المفسرين اليونان اتفقوا على أن القانون المذكور في مجمع اللاذقية بيشير إلى مسحة الميرون، وبيقول واحد اسمه بلسمون ده عالم شهير عاش في القرن الـ12، بيقول إن هذه المسحة لم تذكر على بسيط الحال، بل وصفت أنها المسحة السماوية، أعني تلك التي تقدست بالصلوات بواسطة حلول الروح القدس، والذين يمسحون بها يتقدسون ويشتركون في الملكوت. الميرون المقدس بيدعوه البابا أثناسيوس الرسولي في رسالة بعتها إلى الأسقف سرابيون، بيدعوه باسم المسحة، كما أنه بيسمى أيضا زيت الشكر إفخارستية. كثيرا ما تعرب الكلمة اليوناني اللي هي إفخارستية في القوانين القبطية القديمة، زي مثلا قوانين هيبوليتوس، بتعرب إلى كلمة زيت الأوخارزدية. زيت الميرون أيضا بيتسمى زيت تتميم أو تكميل، والعبارة دي اللي هي تيليوسيوس خريزما، تكميل أو تتميم، زيت تتميم أو تكميل،
أشار إليها القديس كيرلس الكبير في القرن الخامس الميلادي. كما أن زيت الميرون أيضا بيتسمى الزيت المقدس هولي كريزم. بتكتر التسمية دي في المراجع الأجنبي عشان تشير إلى هذا النوع من الزيوت. زيت الميرون بيدهن به المعمد بعد الخروج من جرن المعمودية. وفي كنيسة الإسكندرية وفي القرن الخامس أو السادس للميلاد بنعرف أن الدهن بزيت المسحة على المعمد بعد خروجه من مية المعمودية كان بيصاحبه نطق باسم الثالوث الآب والابن والروح القدس. كل الشهادات اللي أنا ذكرتها دلوقتي قادمها وحدثها بتتفق على أمر واحد، هو إيه؟ هو إن يوم تكريس زيوت المعمودية هو نفسه بيكون يوم تقديس مية المعمودية، وهو نفسه بيكون يوم إجراء مراسيم المعمودية نفسها. هقول تاني العبارة دي عشان مهمة. يعني اليوم اللي هيحصل فيه تعميد هو نفسه اليوم اللي بتتكرس فيه مية المعمودية، وهو نفسه اليوم اللي بتتكرس فيه زيوت المعمودية. هو ده الطقس القديم في الكنيسة. ليه بقى؟ لأن طقس تكريس زيوت المعمودية في بدايته كان طقس بسيط، عبارة عن صلاة على زيت الزيتون عشان يبقى زيت مكرس، لا أكتر ولا أقل. والصلاة دي نصها لا يتعدى فقرة من 7-8 سطور. أما تقسيم الزيت إلى زيت استحلاف اللي هو زيت اللي احنا حاليا بنسميه الغليليون، أو زيت شكر، أو زيت الميرون يعني، فكان بيعتمد على منطوق الصلوات نفسها. يعني بنجيب زيت الزيتون ونقول صلاة معينة، يبقى الزيت ده غليليون. نفس زيت الزيتون بنقول عليه صلاة أخرى، يبقى زيت الميرون. ولم تكن الكنيسة القبطية هي وحدها التي تفعل ذلك، بل إن الكنائس الأخرى في روميا وأنطاكيا والقسطنطينية كانت تمارس نفس الشيء. ولكن في مرحلة تالية لهذه المرحلة المبكرة اللي بتنحصر ما بين القرنين السادس والعاشر للميلاد، أصبح في تمييز واضح بين الميرون كزيت زيتون يدخل فيه طيب البلسم، وزيت الغليليون اللي هو من زيت الزيتون فقط. فأضيف هنا زيت البلسم على زيت الميرون، أو يعني أضيف طيب البلسم على زيت الزيتون عشان يميزه كزيت ميرون عن زيت الغليليون. بس التمييز ده ما كانش من حيث استخدام النوعين دول في الطقس، بل من حيث مادة كل منهما. يعني الاستخدام واحد للنوعين دول من الزيوت، لكن المادة اللي بيتكون منها كل واحد منهم بقت مختلفة. الاختلاف هو ايه؟ هو طيب البلسم اللي اضيف على الميرون. اما عن تاريخ تكريس الميرون المقدس، ودي نقطة اتمنى ان حد ينتبه ليها،
فبيسقط من تاريخ تكريسه 5 قرون ونصف بعد زمن البابا توفيلوس في القرن أوائل القرن الخامس. هو تنيح سنة 412 ميلادية. يعني بعد زمن البابا توفيلوس اللي هو كان 23 من بطاركة الكنيسة القبطية، يسقط من تاريخ تكريس الميرون في الكنيسة القبطية 5 قرون ونصف حتى إلى منتصف القرن العاشر الميلادي. مفيش أي إشارات نقدر نجمعها من التاريخ عن تكريس ميرون في هذه الفترة. طبعا مستحيل يكون الميرون موجود في الكنيسة لمدة 5 قرون ونص من غير ما يكون حصل تكريس للميرون، لكن ما فيش شواهد تاريخية. يعني لحد زمن البابا مقارة الأول اللي هو تنيح سنة 952 ميلادية، حين يتضح أمامنا بدايات تاريخ طبخ الميرون المقدس اللي احنا بنشوفه دلوقتي. على الرغم من هذا الفاصل الزمني الكبير اللي هو 5 قرون ونص، إلا أننا نجد ذكر لتكريس الميرون عند البابا كيرلس الكبير 24، وده في تعليمه للموعوظين. وتكريس البابا كيرلس الكبير للميرون المقدس لم يشر إليه أحد من قبل من المؤرخين أو الدارسين. ومن ثم فقد سقط من جداول تاريخ الميرون المعروفة لدينا اليوم. إذن الحقيقة التي لا تقبل النزاع هي أنه لا يمكننا تحديد عدد مرات تكريس الميرون في الكنيسة القبطية تحديدا دقيقا. أتمنى أن حد ينتبه لهذا الكلام. ما ننساش أن الميرون زي ما قلت دلوقتي كان بيتكرس في كل مرة حيتم فيها المعمودية للي حيتعمده، كان بيتم سنويا. فما ينفعش أقول أن هذا التكريس هو الرقم كذا في الكنيسة القبطية، ده كلام غير دقيق. ننتقل إلى موضوع آخر، هو لترجية القداس الإلهي. هنتكلم عن التطور الليتورجي اللي حصل في القرن الخامس أو السادس للميلاد في لترجية القداس الإلهي. في البداية كان لكل منطقة كنسية أو إبرشية كما نسميها اليوم أنافورة خاصة بها، أي شكل ونص لصلاة الشكر خاصة بهذه المنطقة. الكنيسة الأولى لم تكن خاضعة لهاجز إضفاء النمط الواحد على صلاة الشكر. يعني إيه؟ يعني ما كانش الكنيسة الأولى تهتم قوي إن لازم منطوق صلاة القداس يكون موحد في جميع الجهات. النمط ده ظهر فيما بعد في وقت متأخر، لأن الكنيسة الأولى لم تخلط قط بين مفهوم الوحدة ومفهوم توحيد نمط الخدمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو إحنا بنصلي بممارسات مختلفة وطقوس مختلفة في أماكن كثيرة من نفس الإبرشية الواحدة،
ده لا يعني ان ما فيش مفهوم للوحده في هذه الإبرشيه، لان تعدد الممارسات الطقسيه في المكان الواحد هو اثراء للايمان الواحد وليس العكس. تزال الكنيسة الأرثوذكسية حتى اليوم تحتفل بأكثر من لتورجية تتميز كل منها بصلاة شكر خاصة بها. صلاة شكر يعني إفخارستية، يعني القداس. الثلاث قرون الأولى لا تعطينا شواهد كافية بنستدل منها على مراحل نمو الطقس الليتورجي، لأن ندرة المصادر بتحطنا قدام صعوبات شديدة. ولكن القرن الثالث الميلادي كان هو اللي بدأت فيه الليتورجيات في النمو رويدا رويدا، لتأخذ كل منها وعلى مدى الزمن الطويل شكلها المحدد والمميز. مع ازدياد أعداد المؤمنين بعد منشور التسامح القسطنطيني اللي كان سنة 313 ميلادية، كان من الضروري أن يتوفر تنظيم عام يشجع على إقامة شكل ليتورجي موحد لكل جماعة مسيحية. ولقد سبب ظهور البدعة الأريوسية بالإضافة إلى ظهور كتابات الأبوكريفة أن اتجهت الكنائس إلى تحديد شكل ليتورجي قويم بيحميها من الانحراف. وتداخلت هذه العوامل بشدة مع عوامل أخرى ظهرت في القرن الرابع الميلادي، زي مثلا ظهور مراكز كنسية ذات سيادة أصبحت هي الكنائس الأم اللي التأمت حولها مجموعة من الكنائس، فأصبحت الكنيسة الأم بالنسبة لهذه الكنائس مصدر للتعليم والتنظيم والتشريع. وكان لبعض الكنائس تأثير على طقوس الكنائس الأخرى، فحدث تبادل بين الطقوس، والتبادل ده أفضى إلى أن تكونت أخيراً وفي أوقات لا يمكن تحديدها بالضبط تكونت صورة ثابتة للقداسات يختلف بعضها عن بعض. معنى كده أن احنا لازم نقول فكرة عن تقسيم الليتورجيات وأنواعها. لو أخذنا تقسيم العائلات الليتورجية من وجهة نظر تاريخية بحتة هنلاقي الأمر مختلف تماماً عما نراه في الوضع الحالي، ولكن مع ذلك لا يمكننا إغفال العامل التاريخي في تقسيم العائلات الليتورجية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال إذا نظرنا إلى الطقس البيزنطي من وجهة نظر تاريخية فلن نجد سوى أحد مظاهر تطور الطقس الأنطاكي أو الليتورجية الأنطاكية. لكن إذا نظرنا إلى الطقس البيزنطي بوضعه الراهن بعد أن عبر على مراحل زمنية طويلة تطور خلالها كثيرا، فسوف نراه طقسا مستقلا قائما بذاته، بل ومن أكثر الطقوس الشرقية تأثيراً على غيره من الطقوس. التقسيم العام للعائلات الليتورجية هو نفس التقسيم الجغرافي للعالم القديم الشرق والغرب. في عالم اسمه دوشيسن بيقول أن كل الليتورجيات المعروفة يمكن أن تندرج تحت واحد من أربعة أشكال أصلية. يعني قسم الليتورجيات إلى أربعة أشكال أساسية،
وسماها كده، واحد الليتورجية الأنطاكية، اثنين الليتورجية الإسكندرانية، ثلاثة الليتورجية الرومانية، أربعة الليتورجية الغالية. الغالية اللي هي بلاد الغال اللي هي فرنسا حاليا. دول الأربع تقسيمات الأساسية اللي اتعرفت في العالم القديم. فالليتورجيات الشرقية واللي هي بقى بتعنينا في كلامنا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه من البداية، تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأنطاكية والمجموعة الإسكندرانية. الفرق الرئيسي بينهم هو أن المجموعة الإسكندرانية بتحوي أكثر من صلاة استدعاء في القداس، أكثر من صلاة استدعاء. القداس المرقصي اللي هو الإسكندراني بتاعنا القبطي في أربع استدعاءات. أما تلك الأنطاكية فتشمل استدعاء واحد للروح القدس بعد صلاة التقديس. ده من أحد الفروقات الأساسية بين الأنطاكية والإسكندرانية. الليتورجية الأنطاكية بتنقسم إلى فرعين، فرع بيشمل كنائس سوريا ولبنان وبلاد ما بين النهرين في الإمبراطورية الفارسية، وهذا الفرع هو ذو تقليد مسيحي نشأ من أصل يهودي، وتركز هذا التقليد في إديسا اللي هي الرها، وعرف باسم الطقس السرياني الشرقي، لأن الكنائس اللي اتبعت هذا الطقس لم تكن خاضعة للإمبراطورية الرومانية. أما هذه الليتورجية اللي نشأت في إديسا فقد ظلت تفخر بميراثها اللي احتفظت فيه بكثير من السمات السامية مع تأثرها قليلا بالسمات اليونانية أو الهيلينية. تمثل الليتورجية السريانية الشرقية ثلاث مجموعات، هما النسطرة والكلدان والملابار. ولدى الطقس السرياني الشرقي اللي هو الأشوري أو النسطوري ثلاث ليتورجيات. الأولى بيسموها ليتورجية الرسل وبينسبوها إلى أداي وماري الرسولين. الثانية بيسموها ليتورجية ثأودوروس، والثالثة ليتورجية نسطور. في جاثليك عندهم اسمه ابا اعتنى بنقل هاتين الليتورجيتين الاخيرتين، يعني ترجمتهم يعني الى السريانيه، اللي هي ليتورجيه ثأودوروس وليتورجيه نسطور. الفرع الثاني من الليتورجيات الانطاكيه او السريانيه بيشمل كنائس اسيا الصغرى وارمينيا، وده ذو تقليد مسيحي نشأ من أصل يوناني، بيتمثل في الفرع السرياني الغربي، نشأ في أنطاكيا وهو الأكثر تأثيرا الآن. من المرجح أن بعض النصوص الليتورجية الموجودة ضمن كتابات العهد الجديد تمثل بعض مقتطفات من هذه الليتورجية الأنطاكية، لكن الحقيقة ما عندناش معلومات دقيقة عن هذه المرحلة المبكرة لهذا الطقس. كتاب الدسقولية اللي هو تعليم الرسل بيدينا فكرة عن هذه الليتورجية كما كانت تمارس في منتصف القرن الثالث الميلادي. أما في القرن الرابع فقد حدث تجديد في الليتورجية كان له أثر كبير في تطورها، ده اللي بيأكده القديس يوحنا ذهبي الفم. أما المواكب الاحتفالية المصاحبة
للطقس الأنطاكي والسهر الليلي مع ما يصاحبه من ترتيل، فقد أضفى سمات ميزته تماما عن الطقس السرياني الشرقي. جاء القرن الخامس الميلادي ويحمل معاه انقسام لهذا الطقس السرياني الغربي، إذ بعد أن رفضت كنيسة أنطاكيا مقررات مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادية، نشأت عداوة بين سوريا وبيزنطة، حدث انفصال بينهم، فتبنت الكنيسة الأنطاكية اللغة السريانية لتكون هي لغة لتورجيتها، وتابع ذلك فترة طويلة من التطور الليتورجي لهذه الكنيسة، حيث أثريت بعدد كبير من الكتابات المترجمة أو المؤلفة، فاكتسب الطقس السرياني الأنطاكي غنى وتنوع عظيمين، إذ احتوى على حوالي 70 أنافورة، 70 قداس، وأن أقدم لتورجية أنطاكية هي المعروفة باسم لتورجية القديس يعقوب أخو الرب. دي نتاج امتزاج الطقس الأنطاكي الأولي مع الطقس الأورشليمي في القرن الرابع الميلادي. لقد كانت لتورجية القديس يعقوب أخو الرب هي لتورجية كنيسة أورشليم، وقد أخذتها عنها الكنيسة الأنطاكية. ظلت كنيسة أورشليم تستعمل لتورجية مار يعقوب وحدها إلى أن آلت رئاستها إلى البطاركة التابعين لكنيسة القسطنطينية، فبدلوها بلتورجيتيها المنسوبتين إلى القديس باسيليوس الكبير ويوحنا ذهبي الفم، وأبقوا على لتورجية يعقوب أخو الرب ليوم عيده فقط، وده بيقع في يوم 23 تشرين الأول أي أكتوبر من كل سنة. وكان الملكيون في سوريا أيضا يقدسون بلتورجية مار يعقوب إلى أن تولى رئاسة الكرسي الأنطاكي عندهم واحد اسمه ثأودوروس بلسمون، ده في القرن 13، اليوناني الأصل، فأدخل لتورجيتي القسطنطينية بدلا منها. واليوم توجد لتورجية القديس يعقوب أخو الرب في نصين، النص اليوناني والنص السرياني، ثم نقلت الترجمة السريانية لهذه الليتورجية إلى اللغة العربية. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.